ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. العقارب تخرج العشرات من الساكنة للاحتجاج. خرج العشرات من ساكنة الفيجا والدواوير المجاورة بإقليم زاغورا أمس الاثنين 28 غشتين الجاري للاحتجاج عقب وفاة شابتين صفاء وهبة إثر تعرضهما للساعات عقارب، وصدحت حناجر المحتجين بشعارات منددة بما وصفوه بالإهمال والإقصاء الممنهج الذي تعرضت له الفتاتان الثلاثاء 23 غشتين الجاري بسبب غياب الأمصار بالمستشفى الإقليمي بزاغورا. وحذر المحتجون من استمرار غياب الأمصال وكذا غياب مصلحة الإنعاش والتخدير، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم مع لسعات العقارب ويودي بحياة أرواح بريئة. وتوفيت الشابتان بحر الأسبوع المنصرم عقب تعرضهما للسعتي عقرب سام بدوار الفيجة وسط استنكار عدد من الفاعلين والحقوقيين بعدم توفير الجهات المعنية للأمصال المقاومة للدغة الأفاعي والحشرات السامة بالمركز الصحي التابع للمنطقة.